يا رب إلى من نذهب؟ كلنا نقول وإحنا قاعدين من قلبنا يا رب إلى من نذهب؟ ملناش مكان غير في آمن وأمين غير في حضنك، ملناش مكان نتعزى فيه وناخد اللي عايزينه غير من بيتك ومن مخدعك والوقفة معاك، ملناش حد نأتمن على حياتنا وأسرارنا. أنت يا رب أبونا الحقيقي، أنت يا رب أبونا السماوي، أنت اللي قلت لما تيجوا تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات، أنت اللي أكدت لنا أبوتك لينا يا رب يسوع المسيح. إلى من نذهب؟ إحنا لو ذهبنا إلى العالم هيغمسنا ويغرقنا ويبهدلنا، لكن كرامة عندك والعز والأمان عندك والخير كله عندك يا رب يسوع المسيح. ما نقدرش، إلى من نذهب؟ إلى من نذهب؟ فيش مكان أمين أو حلو أو مريح نذهب إليه إلا في حضن المسيح له المجد. عشان كده أقول إيه؟ يقول لنا بنفسه إيه؟ أنا واقف على الباب وأقرأ، إن فتح لي أحد أدخل إليه أتعشى معه وهو الله وليمة. امرأة وليمة تعشى في شبع، في الجوع أنت إيه؟ شبعي، في الجوع أنت شبعي طبعاً، مش هنحتاج لما تعلم الذي يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً، أما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل يصير فيه ينبوع ينبوع إلى حياة أبدية. عشان كده يقول له بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، إحنا عايزين حياة أبدية. أترك هنا الرسول بطرس وزمايله الرسل ما عدا يهوذا، إن الحياة الأبدية دي هي هدف وجودهم، هدف جهادهم، هدف التصاقهم بالرب يسوع. هم عايزين حياة أبدية، عايزين حياة أبدية، مش عايزين يعملوا معجزات ويتظاهروا بها، لا مش عايزين، مش عايزين يطلعوا كارزين، هم عايزين هيعملوا كل ده من أجل الحياة الإيه؟ الأبدية ليهم والمين؟ وللسامعين اللي بيبشرون وبيكرزوا ليهم. هم عايزين الكل يتمتع وينال الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية دي بقى؟ يقول سفنا بولس الرسول العظيم في الجهاد وليه، ما لم تره عين، ما لم تسمع به، وما لم يخطر على ما أعده الله للذين يحبونه. الله الله الله، صدقوني أحبائي، صدقوني كم مرة وأقولها قدام هيكل الله المقدس في كنيسته، إن أنا لما مت وروحي طلعت للسماء في مستشفى الراعي الصالح هنا، والدكاترة قالوا يا خسارة يا أبونا إبراهيم، والقصة بتاع المعجزة اللي عارفينها دي كلها، وجيها أبو سفيان بابا كرولوس ورجعوني زي الحياة، الله شاهد على الحزن اللي جالي لما رجعت للجسد تاني، لما الروح رجعت للجسد تاني، ما كنت خلصت ورايح السماء، خلاص السماء اللي يشوفها لأ، تهون جدا 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 كل ملذات الدنيا الفانية الباطلة قدام المجد ده. ده أنا لما تمام في إيرينا الله ينحنا في سونا في نفس الرسالة، كنت عندها في الدير بعدها فسألتني، فقعدت وصفت لها في أبو سفيان لما جالي هو البابا كرولوس وعمل المعجزة معايا في المركزة في الراعي الصلاة، قعدت وصفت لها في أبو سفيان، هو طبعا عشان كان حبيبها وكان بيشوفه بالطريقة دي، فأنا وصفت لها أن أنا شفته. أول ما وصفته لها قلت لها كان بيتنطط من الفرحة، كان لابس لبس ملوكي، كان مكلل بمجد غريب عجيب جدا جدا جدا، صدقوني امام ربنا. وكان سوزي مراتي معايا وكان احد الاباء معانا، تعرفين قالت لي ايه بانفعال؟ قالت لي هو ده، هو ده، ما اروع وما اجمل وما احلى السماء، كل الدنيا دي تهون، كل حاجه تهون وساد مراس هذا المجد الانسان ما يتخيلوش، مجد عظيم جدا يا احبائي، مستنينا، مستني كل واحد فينا، كل واحده فينا. الى من نذهب يا رب؟ كلام الحياه الابديه عندك، عنده يعني هنا كتبه لنا في الكتاب المقدس، عشان كده بندرس ايه ايه كلمه كلمه، بنشبع، ما احناش مستعجلين في الشرح عشان نشبع من الكلام ربنا يسوع المسيح، انه كلام الحياه الابديه. ازاي اعيش حياه ابديه؟ ازاي يبقى ليا مكان ونصيب في السماء؟ ازاي اتمتع بهذه الحياه العظيمه جدا المجيده فوق في السماء؟ بجاهد واستمر في الجهاد، واستمر في الصلاه، المخدع، دسات، اجتماع زي كده.